نبدأ معاكم قبل ما افتح تليفونات. ناس كتيرة بدأت تتصل. قبل ما افتح تليفونات بس اخد دقائق. مباراة الاهلي والوداد، طبعا انا توقعت النتيجة 2-0، ولكن زعلان وحزين، لان بصراحة كان يمكن للاهلي ان ينهي المباراة 4-0. ولكن انا عايز اعرف سبب محيرني جدا من اول المباراة ما خلصت، هو ليه الاهلي ما كانش عايز يجيب الثالث والرابع؟ الوداد بعد الهدف الثاني استسلم، لدرجة انا خليني استعير من كلام المدير الفني للوداد وانا بتابع المؤتمر الصحفي. قال ايه؟ قال يا جماعة الخير، انا بستغرب ليه الاهلي ما هجمناش بعد الهدف الثاني، ليه الاهلي ما هجمناش بعد الهدف الثاني، وكنت متخوف. ابو العلا الدغري مساء الفل. كنت متخوف ان الاهلي يهاجمنا، لان لو هاجمنا كنا في موقف سيء، ولكن يبدو ان الاهلي ولاعبيه لم يكن لديهم رغبه في مزيد من الاهداف، وهذا شيء اسعدني. ده المدير الفني للوداد. طبعا خلي بالك انا ما زلت اسجل اعجابي بكولر، حتى النهاردة لما كولر قرر ان ما يعملش تغييراته في الدقيقة 60 و70 كعاداته كان عنده حق، ولكن ما كانش ينفع يطول للآخر، خصوصا على كهربا اللي تراجع مستواه بدءا من الدقيقة 70 وبدأ التعب يحل عليه. ولكن في الأخير أنا عندي ثقة لا محدودة في كولر ولاعب النادي الأهلي، وانا مسافر المغرب ان شاء الله، واحتفل معاهم بالبطولة 11 في كازابلانكا، وثقتي في الاهلوية ولاعب النادي الاهلي وكولر وجهازه ليس لا حدود، لان الاهلي عنده شخصية والاهلي قوي، وهذا الذهاب الاهلي والوداد واحد من افضل المباريات النهائية اللي اتلعبت على الاطلاق. دي حاجة. الحاجة التانية، الحكم الليبي من أسوأ ما يكون، حكم سيء دون المستوى، لا يرقى إلى مباراة النهائية. الفار من أسوأ ما يكون. ركلة الجزاء اللي في الشوط الأول بتاعت الشحات ركلة جزاء صحيحة 100%. اللاعب حمد ربنا بتاع الوداد إنها ما تحسبتش. لو شفت اللقطة لما جه عمل كده وتنفس الصعداء، يعني كأنه بيقول الحمد لله ان ربنا عمل حكم والفار وما حسبوهاش. دي ركلة جزاء فضيحة انها ما تتحسبش فضيحة. وانا اقول الوقت بخاف من التحكيم جدا جدا جدا، ما بخافش من الاهلي، بخاف على الاهلي من التحكيم، لاني انا متخوف كمان. حتى الحكم حكم مباراة العودة ما سيمبا، دي آخر مباراة لي، وأنا بصراحة لا أخفي تخوفي من هذا الحكم، لأنه ربما يقدم هدايا للوداد في آخر مبارياته، وهذا ما لا أتمناه، ربنا يخيب ظني. ولكن النهاردة الحكم ارتكب جريمة وشاركه فيها الفار في ركلة جزاء حسين الشحات. الكارثة التانية، لأن دي محور تحول، دي محور تحول. تعال بقى اللعبة التانية اللي هي الطرد المستحق بعد الانفراد، بعد الكرة الأسطورية اللي طلعها مصطفى شوبير أوفا، أحد نجوم المباراة على الإطلاق. الكرة الأسطورية اللي طلعها مصطفى شوبير، على طول الكورة من حسين الشحات لنص الملعب عملت بند، عدت آخر مدافع وكان اتنين من الأهلي رايحين انفراد في مواجهة حارس المرمى. القانون صريح، إذا كانت المواجهة صريحة والكورة في المنتصف، يعني لا منحدرة يمين ولا شمال ولا على الجنبين، واحتمالية الهدف تتخطى 50-60%، كارت أحمر، ودي متوفرة فيها كل شروط الكارت الأحمر. ومع ذلك الحكم اكتفى بإنذار وغض الطرف، الفار غمض عينيه وعملوا مش شايفين،
ولم يستدعوا الحكم، حالتين كانوا كفيلين بتغير مجرى المباراة. يعني ضربة الجزاء اللي اتحسبت للأهلي الأولى أنا قلت لا حرام مش ضربة جزاء، وبالفعل الفار رجع اللعبة ولغى ركلة الجزاء. لا غبار على ذلك، الكرة سليمة، الكرة سليمة مش ركلة جزاء، لكن حسين الشحات ركلة جزاء والكارت الأصفر لازم يكون أحمر مباشر. عموما انتوا عارفين نحن نكون كل الاحترام والتقدير للإخوة المغاربة، وفي الوداد الناس ناس محترمة جدا، وفي المغرب الناس أفاضل وفوق دماغنا، وهم دايما أنا بقول دول أهل البيت الأشراف. يعني أنا بحب المغرب وبحب الملك محمد السادس والحكومة المغربية، وهنا في السفارة المغربية استقبلوني أفضل استقبال، ولكن هنا أنا أقول رأيي كروي وأرجو من الجمهور المصري والمغربي مشجعي الأهلي والوداد ألا ترقى المباراة أكتر منها مباراة كرة قدم. يعني يا ريت المباراة يعني لا ترقى أكتر منها مباراة كرة قدم، وإن إحنا نحاول لا ننزلق إلى أي تجاوزات. إخواتنا في المغرب أفاضل وأعزاء، والأهلوية أفاضل وأعزاء، ولقاء أخوي أتمنى فيه الفوز للنادي الأهلي وتحقيق الحداشر يوم 11 بإذن الله. هذا رأيي باختصار في المباراة. لاعبي الأهلي كانوا في المواعيد، عجبني جدا مستوى كل اللعيبة بدءا من مصطفى شوبير. ياسر إبراهيم النهاردة كان عالي جدا، ما فيش لاعب أثر في النادي الأهلي. هدفين للتاريخ، برستاو وكهربا، ويمكن قعدنا نقول تاو 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 كهربا 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 كهربا، وكان نفسنا الهدف ما يجيش، ولكن قدر الله ما شاء فعل، والوداد يستحق هذا الهدف. بص الأهلي والوداد لعبوا واحدة من أحلى النهائيات، وأعتقد أن مباراة العودة ستكون بنفس الجمال والحلاوة. الوداديين والمغاربة يتمنوها ودادية، المصريين والأهلوية يتمنوها أهلوية، ولكن في النهاية قمة عربية محترمة تليق بالأهلي والوداد بما لهما من تاريخ عظيم. خلي بالك للأجيال الجديدة الوداد اتسمى على اسم فيلم وداد بتاع أم كلثوم، فالمغاربة يسكنون في قلوبنا ونحن نسكن في قلوب المغاربة. اوعى تخلي كرة قدم تخليك تخسر أخوك المغربي أو المغربي يخسر أخوه المصري. دي في النهاية منافسة شريفة وكرة قدم، نقول مليون مبروك للفائز ونتمنى الأهلي وياخد البطولة الحداشر. أنا شايفه وبتفق جدا مع رضا إنه واحد من أحسن النهائيات في آخر 20 سنة، وده يدل على عظمة الأهلي وعظمة الوداد. هو بس أنا يعني بهمس في أذن المدير الفني للوداد، اوعى تستسهل الأهلي، انك انت لما فتحت الجيم في الشوط الثاني خدت الثاني وكان ممكن يجي فيك الثالث والرابع. الاهلي لا تؤمن عواقبه ولا دغاته صعبه، ولذلك انا بقول لك واثق في الاهلي وفي كولر ثقه عمياء، ثقه عمياء. الحكم طبعا يعني كان اسوأ ما في هذه المباراه لانه كان دون المستوى، وكل ما اتخوفه في العوده هو حكم المباراه.